حنا رانا لهنا ليله سعيده يوم 17 اكتوبر يوم 17 اكتوبر رانا موجودين في مهرجان بمدينه خنشله تبادل بين برج بعراريج وحنا امامكم فرقه او جمعيه العمل لمدينه رأس الواد ومعكم الان مهشي علي والمرافق اللي راه متولي زغدان الصالح ونقدر نقول لكم المصور اللي راه رايح ينقل هذا الاشعار هذا ما نقولونش عليه قال لي ما تقولش وانا راح نقدم لكم واحد الفاصل برك شويه برك بسم الله بسم الله مفتاح امر لا يصعد والواحد الوحيد مالو حدش بيه قوي وماتين فاتح كل الباب نطق الحيوان جملة تطلب فيها اهدي يا ربي الأمة للصواب هذا بحر اغمي قراها طاحت فيه المؤمن ما يكون بنسان وغتاب ونصح يزيد في الصوري عليها تبسي والشيطان زادوني العطار شاركني في الرأي كلش في عمري سعفت وبقيت هامل في نعلاب عدو ربي ما تكون الرحمة بيها الله غنمك يا شيخ الصبر الطف بينا يا الله وانت التواب نشكو اللي خلقنا على غيريه في عز المدلول ويضاعف الارقاب وينزل من كان مرفوع بجنحيها سبحانه هو مالك الوهاب محمد رسول عبد ونبي أحسوا أن توب مفتوح الأبواب لك شوف زمانك باش رايح تلاقيها يخاطر الأحباب ويخاطر الجماعة اللي راهم مجموعين لهنا والسهرة نتاعنا غدوة إن شاء الله تكون في خنشلة نعديو فيها واحد 7 أيام نتمنى إن شاء الله النصر وعام سعيد وإن شاء الله نتمنى إن احنا نطر ويجينا العام إن شاء الله ويجينا الخسارة رخيصة وبارك الله فيكم يا جماعة اللي حضر ونشكر الفنانين والناس اللي راهم ساهرين لهنا معنا الكل صحة